في هذه اللحظة، وأنا مستنيها إلي أكثر من 11 سنة مسجل اليوم هذا إن شاء الله للحج. هي خطوات أولى لأداء مناسك الحج هذا العام. الدفعة الأولى لحجاج بيت الله الحرام وصلت إلى معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بعد ترقب وانتظار. جاءوا لأجل لحظة لطالما انتظروها طويلا وسط أجواء من السعادة والاشتياق. الحمد لله، انظر إلى فرحة الحجاج، الابتسامة تعمر وجوههم، وجميع الاستكمالات الإجراءات الفنية والإدارية على أكمل وجه، والبعثة الإدارية والوعظية والإرشادية، وجميع الحجاج بصحة جيدة ومتفائلين إن شاء الله أن يكرمهم الله بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح مقبول إن شاء الله. ويعتبر هذا العام سعيدا لدى شعبنا بمغادرة أولى قوافل الحجاج بعد انقطاع لمدة عامين نتيجة لجائحة كورونا، إلا أنه ورغم ذلك تشكل تسعيرة الحج هذا العام عبئا على الحجاج نظرا لارتفاع تكلفتها. إن شاء الله يتناولها كل واحد مسلم في هذه القصة، في حج أداء فريضة يعني حلوة جدا. أنا حجيت قبل هيك، ويعني لو صح له كل سنة الواحد كل سنة يحج ما فيش عنده مشكلة، بس السنة غالية كتير يعني شيء مش طبيعي. شعوري فرحان، ولو تكون بعشرة أنا بروح بحج، بس في ناس غلابة مش قادرة تحج، ما قدرتش يعني. بتمنى إنه ربنا يوفقنا في هالمشوار، لأنه هو صعب جدا، أنت تتكيف الطريق المشقة، وإن شاء الله ربنا بيسر الأمور لكل المسلمين. وتخرج الدفعة الأولى من الحجاج وسط ترتيبات من القيادة الفلسطينية والتزام من الحجاج، حيث من المقرر خروج أكثر من 1350 حاجة من قطاع غزة على دفعتين. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.